الو، السلام عليكم. عاملين يا شباب؟ النهارده باذن الله هنبتدي نستكمل الشغل بتاعنا بتاع البار سيستم اناليسيز. ان شاء الله هنبتدي ندخل بقى كده بعد ما خلصنا السيمتريكال كومبوننت، وبعد كده هو دخلنا على الفولتس بانواعها اللي هي الانسيمتريكال فولت زي السنجل لاين تو جراوند فولت والدبل لاين فولت والدبل لاين تو جراوند فولت، وخدنا أمثلة عليهم وخدنا أمثلة على جنريتور أنلودد، وبعد كده خدنا أمثلة على الجزء اللي هو لما يكون في باور سيستم أو في فولت أنسيمتريكال فولت يحصل على شبكة. كنا خدنا هذا الكلام وخدنا مثال لبعض الإيه لبعض الشبكات وعليها فولتس وكده، وكنا نزلنا شيت، والشيت إن شاء الله بالحل بتاعه خلاص هيترفع النهارده برضو بإذن الله. ندخل بقى دلوقتي في موضوع جديد اللي هو موضوع مهم جدا في الباور سيستم. وبعد كده كنا درسنا على فكرة كمان 3 فيس شورت سيركت، وقلنا ده ايه فايدته، ان هو بتصمم عليه اجهزة البروتكشن بتاعتي، بشتري اجهزة البروتكشن بتاعتي عليه وبعمل لها سيتنج بناء عليه على هذا النوع من انواع الفولت. وكنا قلنا ان هذا الفولت بيحصل بنسبه تقريبا 5% في الشبكه، ولكنه مهم جدا عشان تظبيط اجهزه البروتكشن بتاعتي. طيب النهارده بقى استكمالا لمواضيع الباور سيستم اناليسيس، هنبدا بموضوع الباور سيستم استابيليتي. الموضوع ده في غايه الاهميه طبعا، لان احنا عندنا مهم قوي ان الشبكه بتاعت الكهرباء عموما تبقى ستيبل. طب اصلا البار سيستم مهم قوي ان هو يشتغل في السنكرونس مود. البار سيستم طبعا اكيد نتيجه ان هو شغال بيتعرض لبعض الديستربنس اللي ممكن تحصل له، ماشي. هذه الديستربنس قد تكون سمول او لارج، ده كله بيحصل طبيعي في البار سيستم نتيجه للمشاكل اللي ممكن تحصل لي. يعني مثلا ممكن يحصل اي تغيرات تحصل عند اللود، دي بالنسبة لي هي عبارة عن disturbance. طب يا ترى البار سيستم بتاعي هيقدر يستحمل هذه التغيرات ولا ما يقدرش؟ طبيعي انه لازم يستحمل التغيرات في الاحمال، والا كل ما يحصل الاحمال تتغير هنبص نلاقي السيستم فصل، حصل في السيستم مشكلة، خرج من السنكرونيزيشن وراح ايه، ممكن يحصل بلاك اوت. طبعا الكلام ده غير مقبول بيه في نظام الباور سيستم، عشان كده لازم يكون السيستم ستيبل ونعمل كل الاجراءات اللي تؤدي لان هذا السيستم يبقى سيستم متزن. عشان كده هو يبقى احنا لازم ندرس يعني ايه باور سيستم ستابيليتي. يبقى اذا الغرض من دراسه الباور سيستم ستابيليتي ان احنا ازاي نقدر نحكم على النظام ده انه متزن او غير متزن، على اساس ان احنا لما نيجي نحمل عليه بعد كده او نشغله تبقى الدنيا بالنسبه له ايه، كلير، ومبقاش يعمل لي كل شويه مشاكل وادخل فيه مشاكل. طيب قلنا ان البار سيستم دوت لازم بيشتغل في السنكرونس مود، وان البار سيستم دوت بيتعرض لمجموعه من الديستربنس قد تكون سمول وقد تكون لارج. قلنا ان هذه الديستربنس ربما تكون جايه من التشنج في اللود او تغيرات الاحمال، ممكن تكون جايه من التشنج جنريتور. يعني انا عندي محطه، المحطه بتاعت التوليد اكيد انا ممكن نتيجه لظروف الاحمال اللي هي بتتوصل وبتخرج من السيستم، يبقى اكيد احنا هنغير في الايه، في جنريشن، هنغير في الفيلد وايندنج، هنغير في كده هوت. فبالتالي لازم يكون السيستم قادر انه يعدي اي مشاكل ممكن تحصل اثناء هذه التغييرات من غير مشكله ومن غير ما يفصل. ايضا ممكن على مستوى النتورك تشينج برضو ممكن الشبكات يحصل فيها بعض المشاكل، فاكيد لازم السيستم يكون قادر على انه يعدي هذه الايه المشاكل. مش كده وبس، في الحقيقة ده ساعات السيستم برضو بيتعرض لبعض أنواع الفولتس أو بعض المعدات مثلا يبقى فيها مشكلة معينة. كل هذا الموضوع لازم النظام يقدر إيه يتعامل معاه، وإلا تبقى شبكة الكهرباء اللي أنا عاملها في الأخير كده ملهاش لازمة أصلا يعني. تمام. إذا الاستابيليتي في الباور سيستم بتتأثر بتأثير إيه؟ بتأثير هذه التغيرات، ولكن جودة الباور سيستم نفسه تعتمد على ان انا هقدر السيستم بتاعي الموجود اللي انا عملت له ديزاين دوت يقدر ان هو يعدي هذه المراحل ويرجع تاني لحالة الستيدي ستيت او حالة الاستقرار اللي كان عليها قبل وجود هذا النظام ولا لا. يبقى دوت هو المحك بالنسبة لي. طيب
إذا البار سيستم دوت لما يحصل أي مشكلة أكيد هيحصل دايناميك تشينج أو تغير في الجنريتور أو تغير في الروتور أنجل، أو السرعة ممكن تزيد بتاعة الروتور تقل، كلام زي كده هوت. يبقى بالتالي لما أجي أتكلم على باور سيستم استابيليتي، ده هيتضمن من الأشياء اللي هيتضمنها أثناء الدراسة إن إحنا ندرس الدايناميك بيهيفير بتاع الباور سيستم تحت تأثير هذا الديستربنس، لأن طبيعي نتيجة لهذه التغيرات هيبتدي يحصل بعض التغيرات الديناميكية في الإيه؟ في المولد مثلا وليكن. فأنا عايز أشوف هل المولد هيقدر يرجع للستيدي ستيت ولا لأ، لأن طبيعي أنا مثلا حتى أنت بتشوفها كده لما أنت تيجي تحمل على مثلا وليكن موتور بلود مرة واحدة، ممكن تبص تلاقي سرعة الموتور ذات نفسه انخفضت وبعدين رجعت تاني للستيدي ستيت طبقا لنظام الكنترول اللي انت عامله لهذا الموتور. فبناء على كده برضو لازم السيستم برضو بتاعي او الباور سيستم ان جنرال لازم لما يتعرض لهذه الاجزاء لازم يكون يقدر يعدل الدايناميك سيستم بتاعه عشان يقدر يرجع لنفس النقطة قبل اللي كانت موجودة قبل ما يحصل عليها المشكلة الموجودة. طيب الموضوع كله بالنسبة لي يعني السيستم، لو قلنا لو خرج يبقى انا حصل لوس للايه للسنكرونايزيشن بتاعتي او حصل انستابيليتي، ماشي. ده بيحصل طبعا، ممكن يحصل في بعض الاوقات لما بتعرض لديستربنس عالي جدا زيادة عن ايه عن اللزوم. طيب كمان لو قلنا ان الباور سيستم ستابيليتي هي عبارة عن ايه، هي عبارة عن الـ ability of the electric power system for given initial operating condition to regain a state of the power equilibrium after being subjected to physical disturbance when most of the system variable bounded of the A practical the inter-system remain interact. يعني الكلام معناه إن إحنا عندنا الـ power system stability هي عبارة عن قدرة النظام الكهربي بتاعي على ان هو يرجع تاني للحالة اللي كان عليها او حالة التشغيل اللي كان عليها بعد ما اتعرض للايه لاي فيزيكال تشينج، اي تغير طبيعي او اي تغير غير طبيعي بس وزن رينج طبعا. طيب البار سيستم ستابيليتي في الحقيقة عشان نبتدي ندرسها طبيعي لازم يكون في عندي سام تيرمز كده لازم اكون عارفهم وبعرف اتعامل معاهم. يعني مثلا لازم اكون عارف الـ initial operating condition، يعني قبل ما يحصل الايه الـ disturbance اللي حصل عندي ده كانت ايه الـ initial condition بتاعت الشبكة، يعني مثلا الجهود اللي كانت موجودة، التيارات اللي كانت موجودة، الـ power flow اللي كان موجود، الـ reactive power اللي كان موجود. لازم كل هذه التغيرات ابقى عارفها عشان اقدر ادرس الـ power system stability بتاعي نتيجة لايه لهذا الـ disturbance. طب ايضا كمان لازم اكون عارف الديستربنس اللي حصل ده، لازم اكون عارف الماجنتيود بتاعته والناتشر بتاعته، يعني لازم اكون عارف هو الديستربنس قد ايه بالظبط وطبيعه التغير اللي حصل قد ايه، هل التغير كان تغير سريع، هل تغير كبير، هل تغير صغير، هل يا دوب مثلا جزء من السايكل، هل عدد معين من السايكل. كل الموضوع ده مهم جدا وانا بدرس الباور سيستم ستابيليتي بتاعي. يبقى لازم يكون عندي الانيشال كونديشن قبل ما يحصل الديستربنس، ولازم اكون عارف طبيعه الديستربنس اللي حصلت والماجنتيود بتاع الديستربنس اللي حصل هو عباره عن ايه. ايضا ممكن نعرف الاستابيليتي في الباور سيستم هو عباره عن ايه، بنقول it is ability of the power system to return to normal or stable operation after having subjected to some form of disturbance. ده اعتقد ده تاني تعريف تاني غير التعريف اللي احنا قلناه بالنسبة للستابيليتي، مش هتفرق يعني كده ماشي وكده ماشي، ممكن تكتب ده وتكتب ده، هما في الاخر الاستابيليتي باختصار شديد هو زي ما احنا بنقول كده ان الباور سيستم يكون عنده القدرة انه يقدر يرجع لحالة الستيبل او الحالة الطبيعية بعد ما اتعرض للايه للديستربنس اللي كان موجود. الديستربنس اللي كان موجود دوت ممكن نقسمه لنوعين، ديستربنس ممكن يكون هيؤدي الى سمول فاريشن
او disturbance ممكن يؤدي الى large variation. تمام؟ لو حصل small variation يبقى دوت اسمه small disturbance او small perturbation. ماشي؟ او small perturbation. تمام؟ ممكن برضو يحصل عندي large disturbance. طبعا هو في الحالة large disturbance ده ممكن يحدث بالذات مع الفولتات، وخصوصا مع single line to ground fault، لان التغير في التيار بيبقى كبير جدا، فده ممكن طبعا يعمل له مشكله في جزء معين من السيستم. ويبتدي طبعا طبقا لاجهزه الحمايه الموجوده، هي ايه؟ هي انها تحدد المكان اللي فيه الفولت وتروح جايه فصلاه. لان خلي بالكم زي ما انتم عارفين ان انا عشان احكم على نظام من انظمه الحمايه اللي موجود في الباور سيستم انه نظام كويس، لازم اول حاجه يديتكت الفولت، يقدر يحدد الفولت. مش كده وبس، يبقى اذا النظام اتعرف ان فيه فولت ويحدد مكانه ويفصل المكان فقط اللي هو فيه الايه؟ اللي هو فيه الفولت. اذا احنا زي ما احنا قلنا يبقى الديستربنس ممكن اما سمول ديستربنس او لارج ايه؟ ديستربنس. طيب بالنسبه للسمول ديستربنس، اللي هو السمول بيرتربيشن، ماشي؟ اللي هو السمول بيرتربيشن. طب السمول بيرتربيشن دوت بتاعي بيتميز بان هو طبعا بيبقى تغير محدود، مثلا زي ما احنا قلنا الكلام ده ينشأ نتيجه لحاجات بسيطه جدا في النظام. يعني ممكن لما يحصل راندوم تشينج في اللود، مثلا اللود اتغير، يعني انا مثلا الناس طبعا التغيرات اللي بتحصل على اللود اغلبها بتكون طبعا ده طبيعي، بتبقى تغيرات عشوائيه. مثلا سعادتك شغلت تكييف، خرجت التكييف ده، دخلت التكييف ده، شغلت التلفزيون، طفيت التلفزيون، ده ما يسمى بالراندوم ايه؟ الراندوم تشينج. تمام كده؟ هو طبعا مش انت لوحدك اللي بتعمل كده، ده انت ممكن انت وجارك وجارك اللي جنبك وكل القصه دي ممكن يعملوا، واللي في المدينه الثانيه ممكن الكلام ده يحصل في ايه؟ على الشبكه في نفس الوقت. فدوت بنقول عليه راندوم تشينج، لان انا ما بقاش عارف ان ده هيحصل في التوقيت ده بالظبط. تمام؟ هذه التغيرات مع التجميعات ديت كلها في الاخر، بما ان الباور المسحوبه منها بتبقى باور قليله، بنسميها انها عباره عن سمول تشينج. تمام؟ ده بيؤدي بيها زي ما احنا عارفين وقلنا ان لازم يحصل دايناميك ستابيلتي للسيستم. هل النظام نفسه ان هو يكون قادر على ان هو يعدي اي تغيرات ديناميكيه او تغيرات حركيه فجائيه ممكن تحصل للايه؟ للنظام بتاعه. طيب اللارج بقى ديستربنس، ماشي، عباره عن ان انا السيستم بيتعرض عندي لايه؟ لصدمه فجائيه كبيره جدا، وديت احنا قلنا ممكن تحدث ساعه الفولتس لما يحصل فولت على اللاين، او ممكن ان عندي مثلا جنريتور يكون شغال بس جنريتور يبقى كبير شويه وفجاه يروح خارج من السيستم. ده برضو لو الجنريتور اللي عندي هيف جنريتور او لارج جنريتور فخرج من السيستم، يعني حصل لوس اوف لارج جنريتور يونتس. تمام؟ ده ممكن يعمل لي ايه؟ شويه مشاكل في النظام. بس هذه المشاكل المفروض زي ما احنا بنقول احنا هنشوف الباور سيستم هل هيقدر نتيجه لهذا الخروج ان هو يقدر ان هو يغذي بقيه الاحمال ويرجع لحاله الستيدي ستيت، ولا السيستم هيفصل وبالتالي الاحمال الموجوده مع النظام تفصل. عشان كده احنا دايما بنقول ان احنا بنحب يبقى عندنا سمول يونت تبقى موجوده على الشبكه، بحيث ان احنا يعني ايه تدخل كده لما يكون في بعض الايه المشاكل او اثناء الصيانات او الكلام ده كله. لكن طبعا انا اثناء الصيانه انا ببقى عارف ان انا اليونت دي هتدخل اليونت دي هتخرج، لكن احنا في الاستابيليتي او في دراسه الاستابيليتي احنا بنتكلم على اساس ان احنا عندنا حاجه خرجت فجاه، يعني حصل لوس ليها فجاه انا مش متوقعه طبعا، ولكن انا المفروض كمهندس في البروتكشن بتاعي وفي الأنظمة بتاعتي وفي الكنترولر بتاعي بقى بعمل حساب هذا الكلام، وابتدي أخلي السيستم يتعامل مع هذا الإيه؟ هذا التغيير، ولكن بدون أي تأثير على الإيه؟ على النظام بتاعي. ممكن أيضًا يحصل بعض اللوس في الميجر ترانسميشن. تمام؟ ممكن يحصل لو أنا عندي مثلًا لارج ديستربنس، ده برضه ممكن يحدث نتيجة إيه؟ نتيجة إن أنا مثلًا ممكن يبقى عندي لارج لود، واللارج لود فجأة خرج، يعني حصل لوس أوف لارج لود. كل هذه المسببات ممكن تبقى بعض انواع اللارج ايه؟ اللارج ديستربنس. تمام؟ هذه اللارج ديستربنس احنا بنعمل ايه؟
زي ما احنا شفنا ده اللارج ديستربنس بالنسبة لنا، تمام. برضو لو جينا هنا اهوت في السلايد الثانيه هيقول لي ايه؟ هيقول لي الانرجي فلكتويشن اند تشينجز، تغيرات الطاقه اللي بتحصل. بنقول ان الانرجي فلكتويشن بتحصل نتيجه لوجود ايه؟ بعض انواع الديستربنس اللي هي ايه، زي عندنا الكاباستور والاندكتنس مثلا ممكن يحصل ما بينهم فلكتويشن. ايضا في عندنا بالنسبه ل لو عندنا برضو الحتة بتاعت ان الروتيتنج ماس زي مثلا عندنا الموتور الجنريتور الكلام دوت كله، تمام. عندنا اصلا برضو بعض الحاجات اللي ممكن تغير تسبب هذه التغيرات، بتبقى البويلر موجود في الباور بلانت مثلا، ايل تشامبر او غرف الاحتراق اللي هي موجودة برضو في الاماكن بتاعت التوليد، تمام. ايضا عندنا بعض التغيرات اللي هي موجوده في البي والكيو والفي، في الاي والاي، دي ممكن تغير في التايم كونستانت بتاع السيستم، ممكن يبقى من 10 ملي سكند ل 10 سكند. ايضا الاوسيليشن اللي في البريود تبقى من نص سايكل لخمسة سايكل. بالنسبه بقى للاستابيليتي ان براكتيكال سيستم عموما بينقسم الى ثلاث حاجات. يعني لو احنا حبيت اصنف الاستابيليتي في البراكتيكال ريجون، ديت عباره عن الروتور انجل ستابيليتي، الفولتج ستابيليتي، الفريكوانسي ستابيليتي، تمام. يبقى انا عندي الكاتيجوري بتاعت الاستابيليتي ممكن تحصل عن طريق ثلاث اشياء. ممكن تحدث عن طريق الروتور انجل، ببتدي افتش عليها هل الروتور انجل دي ستيبل ولا لا، ادور على الفولتج هل الفولتج ده ستيبل ولا لا، ادور على الفريكوانسي هل الفريكوانسي ستيبل ولا لا. طيب بالنسبه للروتور انجل ستابيليتي، هي القصة كلها ان اللود انجل لو اختلف قوي عن الانجل اللي هي بتاعت اللود ذات نفسها، اللي هي الدلتا بتاعت الجنريتور مع دلتا الحمل، لو حصل فيها فرق كبير هنبص نلاقي ان ممكن ده يؤدي الى تريبنج للجنريتور. ايضا عندنا بالنسبة للفولتج ستابيليتي او اللي هو لما يحصل اتزان للجهد، ماشي، اتزان الجهد دوت بيشير الى هل النظام نفسه عنده قدرة ان هو يرجع للستيدي ستيت فولتج اللي كان موجود على جميع الباصز بعد ما اتعرضنا ل انبالانس، ولا هيحصل انهيار لمين لهذا الفولت، وهيبتدي الفولت مش هيرجع يسيب التاني ويرجع بنفس المقدار بتاعه، تمام. عندنا بالنسبة للفريكوانسي ستابيليتي، عندنا الفريكوانسي ستابيليتي ده بيشير الى قدرة الباور سيستم على ان هو ان الفريكوانسي عند جميع الباصز يبقى نفس الفريكوانسي قبل حدوث الفولت، ولا هيحصل ان الفريكوانسي هيتغير. الروتور انجل ستابيليتي بتعتمد على النت ويرك، وبتعتمد على طبيعة الديستربنس. وان جنرال ممكن نقول ان احنا عندنا البروبلم بتاع الاستابيليتي ممكن نقسمها لثلاثه تايب، اللي هي الستيدي ستيت استابيليتي والترانزنت استابيليتي والدايناميك استابيليتي. بالنسبه للستيدي ستيت استابيليتي دي هي عباره عن الابيليتي بتاعت البار سيستم ان هو تو ريمين سانكرونس وين سبجكت تو سمول ديستربنس. يعني بنقول الستيدي ستيت استابيليتي هي قدره البار سيستم ان هو يظل في السنكرونايزيشن لما يتعرض لايه؟ سمول ايه؟ سمول ديستربنس. ايضا عندنا الستيدي ستيت ستابيليتي في الباور سيستم ممكن تنتج من الجرادوال سيستم تشينج. ايضا عندنا الجرادوال لود ممكن يزيد، او ان اللود يحصل له جرادوالي مثلا ديكريز، يعني اللود يزيد بانتظام او يقل بانتظام. هذه التغيرات طبعا نتيجه لايه؟ لكده هتاثر لي على الستيم وعلى البرايموفر والكلام ده كله. عندنا كمان التغيرات اللي ممكن تحصل على البار سيستم، ان البار سيستم برضه في نفس الوقت هل هو عنده مقدره ان هو يقاوم هذه التغيرات الحادثه نتيجه لحدوث ديستربنس ولا لا. عندنا كمان بالنسبه للستيدي ستيت ستابيليتي ليميت، تمام، بتبقى عباره عن الماكسيمم، هي لما بنعرفها على انها اقصى باور يمكن ان تنتقل الى النظام بدون فقدان للايه؟ للاستابيليتي. يبقى اذا الستيدي ستيت ستابيليتي ليميت هي اقصى باور بتنتقل الى النظام بدون حدوث
بلس في الايه في النظام ذات نفسه. طيب الترانزنت انستابيليتي بنقول انستابيليتي طبعا نتيجه ان ممكن يحصل عندي لارج ديستربنس. عايزين نشوف نتيجه لارج ديستربنس هل الاستابيليتي بتاعت السيستم هيقدر في مرحله الترانزنت ان السيستم يعدي المرحله ديت ولا لا، ونبتدي ندرس التغيرات الفجائيه اللي حصلت نتيجه لهذا الموضوع، هل انها السيستم قدر يستعيد نفسه بعد كده ويرجع لحاله استقرار ولا لا، لان المفروض الكلام ده بيحصل في حدود ما يزيدش عن 1 سكند يعني. طيب بنقول كمان ان هذا الفولتس ممكن يحدث نتيجه لايه؟ لوجود هيفي لود وتريمنج لود جنريتور او دروبنج لارج لود. تمام الترانزنت ستابيليتي ليميت عموما بيبقى lower than the steady state stability. تمام ليميت يعني بيبقى قيمته اصغر من steady state stability ليميت ماشي. وفي البراكتس الترانزنت ستابيليتي بتحسب ب ممكن ان احنا عمليا نحسب هذا الموضوع من خلال الكمبيوتر كالكوليشن ومن خلال المانوال كالكوليشن اللي هي بتبقى موجوده، بس طبعا المانوال كالكوليشن دي بتحصل للانظمه الايه الصغيره. عندنا كمان ممكن الفولت يحدث ويبتدي يحدث الترانزنت ستابيليتي نتيجه لحدوث الفولت او نتيجه لحدوث مشكله في الترانسميشن لاين انرجايز او دي انرجايز او اوتوماتيك ريكلوزنج سكيمز او خطط اللي هي بخطط الفصل والتعشيب. برضو لو جينا نبص احنا محتاجين عشان ندرس الديناميك بيهيفير محتاجين ان احنا ندرس الديناميك ستيت بتاعت الماشين سواء جنريتور او موتور. يعني لو بصينا الحاله اللي قدامنا في نمبر اي ديت عباره عن موتور وجنريتور اسف، ونمبر بي دوت عباره عن موتور، فاحنا هيبقى عندنا ايه؟ هيبقى عندنا هنا هو السبيد في نفس اتجاه الميكانيكال تورك المسلط على الجنريتور، وعندنا التورك اللي طالع كالكتريكال تورك هيبقى في الاتجاه العكسي. ايضا بالنسبه للموتور هنبص نلاقي ان التي الكتريكال والسبيد في نفس الدايركشن بينما التي ميكانيكال في الاتجاه المعاكس. لو بصينا بقى على الجنريتور كده كباور هنبص نلاقي ان انا عندي الجنريتور طبعا بيبقى عندي السيستم مكون من تربن وفي كابلنج ما بين الجنريتور والتربن، وادي الاوت بوت باور بتبقى خارجه منين؟ من الجنريتور. لو بصينا البي اي دي ترمز للانبوت باور اللي داخله بتاعه الالترنيتور، البي اس دي ترمز للميكانيكال لوس ديو تو فريكشن، البي اف دي ترمز للانترنال جنريتد فيلد باور، البي ال دي ترمز لللوسز اللي في الجنريتور، البي او دي ترمز للاوت بوت باور اللي هي خارجه منين؟ من الجنريتور. لو حبينا بقى نشوف معادله الاتزان بتاعه الباور سيستم بتاعه الجنريتور، اولا عندنا لو مسكنا التربن نشوف ايه اللي داخلها وايه اللي خارج منها، ولو مسكنا الجنريتور نشوف ايه اللي داخل له وايه اللي خارج منه. هنبص نلاقي في معادله الباور بالانس ان الباور فيلد اللي هي بتاعه الجنريتور بتساوي الانبوت باور ماينس الفريكشن باور اللي هو البي اس، يبقى انا عندي البي فيلد بيساوي البي اي ماينس البي اس. عندنا كمان الاوتبوت باور اللي هي عباره عن البي فيلد ماينس البي لوس، يبقى هي هتبقى عباره عن البي اوت بتساوي البي فيلد ماينس البي لوس. لو من خلال المعادلتين دول هنلاقي ان معادله البالانس عموما بتاعت الجنريتور ان الاوت باور بتاعت الجنريتور هي عباره عن البي اللي هي مسلطه على التربن او الباور اللي هي اللي داخله ماينس الفريكشن باور ماينس اللوس باور. يبقى اذا ديت هي المعادله بتاعت البالانس بتاعت الجنريتور ان الاوت باور هي عباره عن الانبوت باور ماينس البي فريكشنال ماينس مين؟ ماينس اللوسز بتاعت الجنريتور. تمام؟ طب لو جينا نبص بقى على السنكرونس موتور زي ما بصينا على السنكرونس جنريتور ونشوف المعادله بتاعته، هنبص نلاقي ان ايه؟ ان احنا طبعا طبيعي ده موتور يبقى داخل له انبوت باور او الباور اللي داخل هي الكتريكال باور، جزء منها هيضيع في داخل الموتور، جزء تاني هيبقى هو عباره عن الفيلد باور، جزء تاني هيبقى بره الموتور كده يبقى عباره عن فريكشن، والبي ميكانيكال هتبقى خارجه بره. لو جينا نطبق نفس الكلام هنلاقي ان احنا عندنا البي فريكشن ديت هي عباره عن مين؟ هي عباره عن البي الكتريكال ماينس البي لوس، وعندنا هنا هو البي ميكانيكال هتبقى عباره عن البي فيلد ماينس البي فريكشنال اللي هي البي اس، يبقى اذا البي اف بيساوي البي اي ماينس البي ال،
والبي ميكانيكال هي عبارة عن البي اف ماينس البي اس. لو طرحنا الاثنين من بعض هنبص نلاقي ان احنا عندنا الميكانيكال باور بتاعة الجنريتور هي عبارة عن البي الكتريكال اللي احنا كنا حاطينها ماينس اللوس اللي جوه الموتور ماينس الفريكشن لوس بتاعة الجنريتور بتاعة الميكانيكال، يعني نسجل الاير والفريكشن والكلام ده كله. طيب كده ان شاء الله يبقى احنا لغاية هنا خلاص كده اوكي. الجزء او يعتبر المقدمة بتاعة الدايناميك لوسز خلاص كده او الاستابيليتي كده خلصت. بسرعة نفكر بس احنا كنا بنقول ايه. نقول ان احنا كنا بنقول ان احنا عندنا هنا اهوت السيستم لازم يبقى مهم جدا ان هو يكون ستيبل او ان هو يقدر يعدي اي ديستربنس تحصل. الديستربنس اللي ممكن تحصل عندي ممكن تحصل نتيجة ل لارج ديستربنس او سمول ديستربنس. قلنا السمول ديستربنس زي ما يكون ان اللود مثلا حصل بعض التغيرات في الاحمال، انما بالنسبه لللارج ديستربنس ممكن يكون حصل عندي ان الفولت حصل عندي فولت مثلا في النظام. ممكن برضو يبقى عندنا كمان هيفي جنريتور مثلا خرج، هيفي لود خرج، كل ده ممكن يؤدي ان يحصل انستابل في النظام. عرفنا الاستابيليتي انها عبارة عن ان السيستم يكون عنده قدرة على ان هو يرجع تاني للحالة اللي كان عليها قبل النظام، قبل ما يتعرض للديستربنس دي. قلنا كمان مهم جدا ان انا ابص ادرس حالة الديناميك اللي هي بتعتمد على اللود انجل. قلنا كمان ان مهم قوي ان انا لما بدور على الاستابيليتي بدور على الديناميك اللي هي الروتر انجل، بدور كمان على الفريكوانسي، بدور على الفولتج، على الباسز. هل الباسز الفولتج اللي عليها لم يتأثر ولا قدر ان هو يرجع تاني ولا مرجعش ولا ايه؟ برضه موضوع الفريكوانسي ده بيبقى مهم جدا ان احنا نقدر نظبط هذا الموضوع، لان بيبقى بالنسبة لي موضوع ان الفولتج ده هو الفريكوانسي مهم جدا عشان السلامة بتاعة كمان الأجهزة غير الشبكة، كمان ببقى مهتم قوي بالسلامة بتاعة الأحمال اللي هي متوصلة عندي. هي ظروفها ايه، عاملة ايه، أخبارها ايه، يعني ظبطت ورجعت تاني، عشان ممكن طبعا الأجهزة اللي عند المستهلك تبتدي تتضرر لو الفولتج ما ظبطش أو الفريكوانسي بتاعي ما ظبطش. أيضا كمان بصينا على اتعرفنا على المعادلة بتاعة البالانس بتاعة الموتور وبتاعة الجنريتور. قلنا إن المعادلة بتاعة الموتور إن هي عبارة عن إن البي ميكانيكال بتاع الموتور هيساوي البي الكتريكال ماينس اللوسز اللي هي داخل الموتور، بالإضافة إلى إن أنا هاخد منها أو هطرح منها كمان الفريكشن لوس. دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة مثلا للجنريتور قلنا إيه؟ قلنا إن الجنريتور مثلا عندنا بيبقى أو الجنريتور سيستم أو السيستم بتاع التوليد عموما طبعا بيبقى عندي تيربين. التيربين دي بيبقى هي اللي بدخل لها عن طريق الستيم اللي مثلا هيطلع منها او عن طريق الجاز تيربين على حسب ما انا النظام بتاعي شغال ازاي. هيبقى في انبوت باور، الانبوت باور دي جزء منها هيضيع في الكابلينج بتاع اللي بين الجنريتور وبين التربينة، والجزء الباقي طبعا هيدخل على الجنريتور هيفقد منه جزء على هيئة لوسز، والجزء التاني هيطلع اوت باور. فهتبقى المعادلة الموجودة عندي هي ان الاوت باور اللي هو طالع من الجنريتور بيساوي البي انبوت ماينس البي اس ماينس البي اللي هي بتاعة اللوسز بتاعتي. تمام. ديت حاجة. وكده يبقى احنا ايه قلنا اوفر فيو بسرعة عن الدنيا اللي اتقالت في خلال ايه
المحاضرة بتاعتنا. طبعا يا شباب ما تنسوش لو في أسئلة احنا هنتواصل مع بعض إما من خلال الواتس أو من خلال الجروب اللي احنا عاملينه على الفيسبوك. أتمنى في النهاية إن الدنيا تكون بالنسبة لكم كانت كويسة وما كانش فيه مشكلة، وإن شاء الله هرفع لكم برضو الشيت اللي هو حل المسائل بتاعي، الشيت 3 اللي هي تخص اللوسس اللي هي الانسيمتريكال فولت، اللي هي الانسيمتريكال فولت ايوه، اللي هو السنجل لاين تو جراوند فولت والدبل لاين تو جراوند فولت والدبل لاين تو جراوند فولت. في نهاية المحاضرة أتمنى الدنيا تكون بالنسبة لكم واضحة وما يبقاش في أي مشكلة خالص. والسلام عليكم.